بسم الله الرحمن الرحيم. اولا وقبل كل شيء نشكر المنظمات الاعلاميه اللي جاوا يعيشوا معنا هذا الحفل البهيج. هذه هو اول يعني نشاط اللي تديروا المصلحه ديال الرياضه بمقاطعه اكدال احتفالا بالعيدين الغاليين على انفسنا، عيد المسيره الخضراء وعيد الاستقلال. رأينا اننا ما كان من الواجب علينا ان نكرم أبناء فاس أعضاء المنتخب الوطني مبتورين الأطراف نظرا لما قدموه من تضحيات ولاعب بمستوى عال في أكبر ملتقى وهو بطولة العالم. هذا ما هو إلا إحفال لهذه الفئة ومدى اندماج ديالها في المجتمع، ويعني تلبية لنداء صاحب الجلالة الذي ما فاتئ في الخطابات ديالو أنه يشير إلى التلام ديال هاد الإخوان. تنتمناو أنه تكون رسالة إلى كل من يهمه الأمر باش يكون الدعم في المستقبل. وتنشكر ما يفوتنيش أنني نشكر الجمعية ديال أيادي الخير والأكاديمية الأقصبي يعني اللي شاركوا بهذا الحفل، ونشكر الموظفين ديال مصلحة الرياضة، ونشكر المكتب المسير ديال مقاطعة أكدال وعلى رأسهم السيد الرئيس. وفي الاخير تنعاود الشكر لكم، شكرا جزيلا، والى نلتقي ان شاء الله. للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سيت تي في.